حسام إبراهيم الإنسان اشتغل معاهم وقتلوا حتى آخر لحظة عشان يكون معاهم، ورغبة جامحة من جماهير الزمالك المحترمة بغضب من طارق السعيد لموقف خده معايا أنا شخصيا لما كنت رئيس نادي 2005، وكل تهديدات العيال الصايعة اللي ملهاش لازمة على جثتنا على جثتك، مش هيخش النادي لا كان هيخش النادي. وأنا قلت قبل كده جماهير المحترمة بتاع الزمالك فوق دماغي، الألترس المحترم فوق دماغي، شوية العيال الصايعة اللي جت حدفت طوب يوم الزمالك خد الكاس الأسبوع اللي فات حدفت طوب على النادي، ما أعتقدش إنهم جمهور الزمالك، دول بلطجية. وأنا مش ممدوح بس ما بقتلش، أنا راجل قانون، اللي هيجي حلق له شعره قلع هدومه وسلمه لأبوه عريان مرض، ما عنديش هزار، ده نادي محترم، بتحب النادي بتاعك احترمه، مش تيجي تحدف لي طوب وتعور الناس وتاخد كاس وتاخد بطولة وتقول لي انت جمهور الزمالك، لا انت بلطجي.